كي سيدنا وسيدك رسول الله اخويا. قالش كيتنمر عليك وش يقول لك عنده 45 عام باش تبغي تجاوبو اخويا لولا الظروف. الياس المالكي كيتمعجن ما كعرف اش كيقول فهمتي يعني. ورجعني كنت معجن ما كنعرف اش كنقول. دراري شكون بان لكم انسان طبيعي؟ واش انا ولا هو؟ واش انا اللي كنفيق حتى الخمسة وكندخل واحد 48000 في الشهر وعندي تيو في السطح كندواش وقبيله نمشي بلا ما نجبد لك شي وعايش بخير وعندي بيسي جيمر وعندي ايفون، ولا هو اللي شو الشجر والغابة وشو شو الخلا والقفار وكورة ميكازا؟ شكون باقي يلعب ميكازا؟ سوت افريكا صاحبي العمق ديال افريقيا ولاو كيشريو كواري زوينين اصاحبي، انت باقي تلعب ميكازا؟ قال لك انا عندي 45 عام نتحدى في شي حاجة وطالع في 46 ياك. هو قال لك كواري ومدوز الرشاد ومدوز هذه ومدوز هذه، تحدى انا اللي قال لك انا عندي 45 عام وشكون اللي عنده 45 ديال قد ابراهيموفيتش القلاوي؟ قد ابراهيموفيتش تخيل معايا تكون قد ابراهيموفيتش وباقي بغيت يلعب كوره. ابراهيموفيتش ولا كيضروا ظهره الماكله السلمون اللي كان كياكل والنعاس والناموسيه، تلقى القلاوي كيتوسد غامانطا في دارهم وشوف السلمون والسويد وطائره خاصه وكيبغي يمشي للطياره كيدير هذيك ديال القلاوي هذا راه كيمشي واقف بنص الثمن في الكار هذا وعنده 45 وباقي قال لك باغي يلعب كوره. بصح انا غتلعب في بلاصه وحده هي هنا، غتبقى تلعب هنا. الا نتحدى في شي حاجه اللي ساهله اللي هي الجونغلات. شو الميكازا؟ شو الميكازا؟ مثلا هيدرات الجونغلات كيديو بين لي اخويا لولا الظروف حتى شي ناس وحتى الجونغلات غنديرو حشاكه مزبي. هاد الجونغلاج هادو حاجه السامعين الله يسهل على صحاب الباك، هاد الجونغلاج اللي كديرو انت راه غنقيم انا زبو غنبقى نديرها غنبقى نجونغلي لك ها حاجه الناس وحاجه ما كنبغيوش نوصلوا لهذا المستوى هذا. واي واحد كيغلط سمحوا لي الا غلطت، هاد الجونغلاج اللي كدا شكون باقي كيجونغلي؟ تاش باقي دابا كيحسبوا حتى المياه كيصاحبوا الجونغلاج هو كوره. بيبي راه لعب في الريال وما كيعرفش يجونغلي حتى خمسه، ديمبيلي راه ما كيعرفش يجونغلي. بس يقول لك لولا الظروف ماشي كوايري بين ليهم بين ليهم. واش اللي ماشي كوايري يدير هاد الجونغلاج مثلا؟ شو الحيط اللي تقب؟ شو الحيط اللي تقب؟ شو الحيط اللي تقب بالبوطي هذاك راه باقي غيجيو موالي غيديكلاريو بدين تمو يجيبوا ليه الجوندارم. راه باين غير من الجونغلاج ما عندكش شي حاجه اللي ساهله واللي صعيبه في نفس الوقت، ماشي اي واحد يقدر يديرها. انت دير النصير اش ناهي؟ طير يا خويا وما يديرش وقلا هاد الجونغلاج هذا. اش من نصيري ولا هالاند ولا حتى اللي جاي جونغلي بحال اه تشوف يدي اخويا في الكينيا. تري واش كي ياكل المعجون كياكل الماري مغربي ولا هو وكاك ترى كي جونغلي يا صاحبي وثقة بالنفس ماشي اي واحد. والله تمشي كرف بالله عطيه التكفي اللي عنده راه عنده. واش دابا ضايق واش دابا هذا غيدير هاد تحدى لا دار بحال بحال يلا سي حنا غنديرو دابا يلا كملت قادت لي لابون ناسي انا ندير لك دابا في السطح والظلمه ودابا غنخرج التليفون وغندير لك تدميلو هاد القلاوي هذا حنا لعبنا واقسم بالله ما غيتقطع هاد ستريم تنجونغلي في السطح كيما هاد الجونغلاج اللي دار تدميلو دابا غيتحداني بالجونغلاج سيدي ياسر ما كاينش تقول له ولا الظروف عنده 45 عام يلا ديرنا عندك كره ياك عندك كره وهز كره ودير هز كره وغنخشيها في الزكك راه ما عنديش كره ما عنديش كره